بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، أصحاب السمو والمعالي، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم يا خادم الحرمين الشريفين في المنتدى الدولي الأول الذي تحتضنه الرياض عاصمة مملكة الخير والعطاء. سيدي خادم الحرمين الشريفين، في شهر مايو من عام 2015 ميلادي وجهتم رعاكم الله بإنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ليكون مركزاً دولياً رائداً في العمل الإنساني، ينقل قيم وطننا الغالي التي نستمدها من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف إلى العالم أجمع، ويجسد الدور الإنساني للمملكة ورسالتها العالمية في الدعوة للسلم والسلام ونبذ الإرهاب والدمار. لقد استطاع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والذي تشرف بحمل اسمكم الكريم وبتوجيهاتكم السديدة ودعمكم المستمر ومتابعة ودعم ولي عهدكم الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، أن يسهم خلال فترة وجيزة في رفع المعاناة الإنسانية عن المجتمعات المتضررة في 40 دولة بأربع من قارات العالم من خلال 341 مشروعاً إغاثياً، وأن ينقل صورة مشرفة عن البعد الإنساني الذي تنتهجه هذه البلاد المعطاءة وقيادتها الكريمة وشعبها المحب للخير بعيداً عن أي دوافع أخرى. ويتم ذلك من خلال الشراكة مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية غير الربحية. واليوم وبتشريفكم الكريم يحتفل المركز بتدشين منصة المساعدات السعودية التي أقيمت بتوجيهاتكم وإنفاذاً لأمركم الكريم في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث تعد أول منصة تقام في المنطقة بهذا الحجم لتعرض الجهود الإغاثية والإنسانية والإنمائية التي تساهم بها المملكة ويشارك فيها العديد من الوزارات والجهات المعنية في المملكة، وبنيت على أعلى المعايير الدولية. كما يواكب تشريفكم الكريم للمنتدى إصدار المجلة الدولية الإنسانية للمركز في نسختها الأولى التي تعنى بالبحوث العلمية في الجانب الإغاثي والإنساني، والذي من خلاله يمكن دعم المناطق التي تحتاج إلى جهود إغاثية وإنسانية وتطوير العمل الإنساني فيها. وإنفاذاً لتوجيهاتكم السديدة، قام المركز ببناء شراكات متينة مع 120 منظمة أممية ودولية ومحلية، إضافة إلى شراكاته مع الجامعات السعودية والعالمية ليكون مرجعاً عالمياً في الدراسات والبحوث الإنسانية والأعمال التطوعية، إعلاءً لقيمة العمل الإنساني وترسيخاً لدور المملكة العربية السعودية الريادي في هذا المجال، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030. سيدي خادم الحرمين الشريفين، بحضوركم أيدكم الله ورعايتكم يشاركنا اليوم قيادات ورواد العمل الإنساني في العديد من دول العالم وأكثر من 80 منظمة أممية ودولية وإقليمية ومحلية. ويشتمل برنامج المنتدى على 4 جلسات رئيسية، ويعقد أكثر من 20 جلسة فرعية، إضافة إلى عقد العديد من العمل يشارك فيها أكثر من 70 متحدثاً يعرض خلالها الخبراء ورواد العمل الإغاثي والإنساني خبراتهم وأعمالهم العلمية
في خدمة هذا المجال، كما سيصاحب المنتدى معرض يشارك فيه المهتمون بالعمل الإنساني. ولا يفوتنا أن ننوه بدور منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الإعداد لهذا المنتدى، وأن نثمن جهود جامعاتنا السعودية ودعمها المتواصل الذي تجسد في مساهماتها العلمية ومشاركة كوادرها وخبرائها تحقيقاً لتطلعاتكم يحفظكم الله، وحرصاً على الخروج بتوصيات علمية مدروسة. ولا أغفل كذلك جهد منسوبي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذين تفانوا بجهدهم وعملهم الدؤوب دون كلل أو ملل. ومن المؤمل أن تكون تلك المساهمات والجهود بإذن الله رافداً لجهود المجتمع الإنساني الدولي، وأن تساعد في دعم آليات تمويل العمل الإنساني، وتسهم في زيادة أثره على المستفيدين منه، وتشجع وتدعم المبادرات والابتكار، وتدعو لزيادة الدعم المجتمعي الذي يخفف من المعاناة الإنسانية الدولية. وختاماً، لا يسعني إلا أن أرفع لمقامكم الكريم باسمي ونيابة عن كافة منسوبي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وجميع المهتمين بالعمل الإنساني كل الشكر والتقدير والعرفان على ما تقومون به يحفظكم الله من جهود عظيمة لدعم العمل الإغاثي والإنساني وتطوير آلياته. والشكر موصول لأصحاب السمو والمعالي والسعادة الذين شاركوا وساهموا ودعموا هذا المنتدى، ولضيوفنا الكرام أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الجهات والمنظمات الإنسانية وجميع المنظمات الأممية والدولية والإقليمية والوطنية المساهمة والداعمة، كما أشكر البنوك المحلية والشركات والمنظمات الراعية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.